السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري دوري نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 17/3/2023. اليوم متابعين الكرام الجمعة 17/3/2023، بداية الجولة 17 من الدوري القطري. الشمال خسر من السد 1-3. احرز هدف الشمال ابو علام خوخي هدف مرمى بيلعب للسد في الدقيقه الثالثه. اهداف السد الثلاثه ابو علام خوخي في الدقيقه 52، اكرم عفيف في الدقيقه 73، ابو علام خوخي في الدقيقه 92. ام مصطفى خسر من الغرافه 1-2. احرز هدف ام مصطفى جوا كارلوس في الدقيقه 93. اهداف الغرافه الاثنين عن طريق ياسين ابراهيم ضربه جزاء في الدقيقه 35 والجنيهي في الدقيقه 57. العربي فاز على السليه 4-1. احرز هدف العربي عمر السومه في الدقيقه 32. عمر السومه في الدقيقه الاولى نقطه رد في الشوط الاول. يوسف المساكني في الدقيقة 63 ويوسف المساكني في الدقيقة 84. هدف السريع عن طريق مهرداد محمدي في الدقيقة 8. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين. متصدر الدوري القطري العربي المركز الأول 37 نقطة، الدحيل المركز الثاني 36 نقطة، السد المركز الثالث 32 نقطة، الغرفة المركز الرابع 26 نقطة، قطر المركز الخامس 26 نقطة، الوقر المركز السادس 24 نقطة، الأهلي المركز السابع 21 نقطة، المرخية المركز الثامن 18 نقطة، الشمال المركز التاسع 14 نقطة، الريان المركز العاشر 13 نقطة، أم صلال المركز 11 13 نقطة، والسريع المركز 12 والأخير 9 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين مايكل لونغ لاعب الدحيل المركز الأول 11 هدف، فتساوى مع عمر السومة لاعب العربي المركز الأول، أيضا يوسف المسكني لاعب العربي. المركز الثاني جيلسون لاعب الوكر 10 اهداف ويوهان بولي لاعب الريان. المركز الثالث بغداد بنجاح لاعب السد 9 اهداف وكارلوس ترندبرغ لاعب السليه. المركز الرابع سجل 7 اهداف وياسين ابراهيم لاعب الغرفه ومرداد محمد لاعب السليه. اما بالنسبه لصناع الاهداف، المركز الاول ياسين ابراهيم لاعب الغرفه صنع 8 اهداف. المركز الثاني بغداد بنجاح لاعب السد صنع 7 اهداف وسنتي كازرول لاعب السد وبشار رسن لاعب قطر. المركز الثالث يغرت حمرون لاعب المرخيه صنع 5 اهداف. المركز الرابع عمر السومه لاعب العربي ويوسف المسكني لاعب العربي صنع 4 اهداف. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.